مشاهدينا من كل مكان، مساء الخير، مساء الصحة والسعادة. حلقة جديدة من برنامج أستاذ في الطب. الحقيقة الشتاء من الفصول اللي معظم الناس بتحبها وبيبقى ليهم طقوس خاصة فيها. أنا عن نفسي من الناس اللي بتحب الشتاء جدا، لكن في ناس أكيد ما بتحبهاش وبيبقى ليها رأي تاني في الشتاء، خاصة الأطفال، خاصة كمان الأمهات، علشان بيكون في خوف من نزلات البرد اللي بيكون الأطفال أكتر عرضة ليها. هنتكلم النهاردة باستفاضة عن نزلات البرد وبيكون قد إيه هي مؤلمة ليهم في الشتاء بالنسبة للأطفال طبعا، وهيكلمنا باستفاضة عنها دكتور نجلاء موسى، دكتورة واستشاري طب الأطفال وحديث الولادة. مساء الخير يا دكتور، مساء النور، أهلا شرفتينا. بيكي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيكي وأهلا بقناة الصحة والجمال وبكل الأمهات اللي بيسمعونا. يعني أعتقد أن معظم الأمهات فعلا ما بيحبوش فصل الشتاء بسبب نزلات البرد اللي بتيجي للأطفال. طيب تمام. عايزين حضرتك بقى تقول لنا يا ترى ايه السبب الرئيسي في ان دايما الاطفال بيصابوا بنزلة برد خاصة في الشتاء؟ الحقيقة يعني هو نزلات البرد للأطفال بتبقى خوف شديد جدا من الأم على طفلها إن يجيله نزلة، وبالذات بقى الطفل الرضيع. يعني الطفل الرضيع ده زي ما احنا عارفين بتبقى واخد مناعة من الأم لفترة بسيطة، وبعد كده الجهاز المناعي بتاعه لسه ما اكتملش، فمعرض انه ياخد فيروس من الدنيا كلها، من اي حد معدي من جنبه ممكن ياخد فيروس. وهو عشان بيبقى صغير مش قادر ان هو يكح، مش قادر يطلع البلغم، مش قادر يشتكي يقول ان هو سخن او حاجة. فالحقيقة يعني المشكلة بتبقى اكبر في الطفل الرضيع اللي هم بيبقوا اقل من سنتين تقريبا. والاعراض بتبقى ساعات مش واضحه قوي في الطفل الرضيع، والام بتيجي تقول انا مش عارفه هو بيصرخ وانا مش عارفه ماله. بالنسبه لاسباب الاصابه بنزلات البرد عموما هي بتبقى فيروسيه، يعني اغلبها بتبقى فيروسيه، وفي حوالي اكتر من 200 فيروس بيسبب نزلات البرد. انما الاعراض بتختلف طبعا من فيروس ومن لفيروس ومن طفل لطفل ومن عمر لعمر. وده بيكون اكتر في الشتاء ولا في الصيف اه ولا؟ طبعا يعني هي بتبقى مع دخول الفصل الخريف بتبدأ فيروسات المهاجمة للجهاز التنفسي بتنشط على كل الأعمار يعني. إنما بالنسبة للأطفال عشان المناعة بتبقى قليلة فممكن المرض يتطور أسرع، والأم مش بتبقى حاسبة حساب المواضيع دي كويس، وخصوصا لما ما بتلجأش للطبيب أول ما الطفل يعيا. طيب وهي يعني تعرف منين ان هو عيان؟ يعني بيبقى هو فيه اعراض معينة؟ مبدئيا الطفل بيبقى فيه سيلان في الانف، عطس، سعال، درجه الحراره بترتفع والام ممكن بتحسها، او ان الطفل بيبقى وشه لونه احمر او اطرافه بارده، وبتقيس درجه الحراره بتلاقيها طبعا اعلى من 38. ده بيبقى فيروس عادي وممكن يعدي بسلام، ياخد يومين ثلاثة خمسة ويعدي بسلام. والأم بتلجأ لبعض خوافض الحرارة والفيتامين سي مثلا، تديله عصير برتقال مش عارفة ايه والدنيا تعدي. المشكلة بقى لما المخاط الأبيض اللي نازل ده يتحول لأخضر، او السخونيه تقعد اكتر من 48 72 ساعه ما بتنزلش، بدا الطفل يكح وهي سامعه صدره بيزيق وبلغم وكده، لا في الحاله دي احنا بنقول لها لازم تتوجهي للطبيب فورا، لان ممكن الاصابه الفيروسيه تقلب باصابه بكتيريه، وفي الحاله دي لازم الطبيب يفرق ويبدا بقى يتدخل بمضادات حيويه بادويه مناسبه لسن الطفل ده. دي اللي هي بتتحول بعد كده لنزله شعبيه؟ اه نزله شعبيه، او لا قدر الله التهاب رئوي بقى ويخش المستشفى والقصه دي. فبالنسبه للطفل الصغير اللي هو اقل من سنتين، انا بنصح الامهات انه مجرد ما الطفل لا الحراره ما بتنزلش وانت اديتي فيتامين سي ورضعتي كتير، ولا والطفل مثلا رفض الرضاعه، دي مشكله جامده جدا. الطفل بدا يزرق، لا انت في الحاله دي لازم تتوجهي للطبيب فورا. ما ينفعش ساعتها خوافض الحراره العاديه ولا الادويه المضاده للبرد ولا لا ما الانفلونزا؟ ينفعش، ولا الاتصال التليفوني بالطبيب ولا الكلام ده، لا انت لازم تتوجهي للطبيب ويكشف عليه بالسماعه ويقيس له درجه الحراره ويكتب لك العلاج المناسب. طيب ازاي انا افادي الطفل من ان هو يجي له انفلونزا؟ فش انا بشوف امهات بتلبس الولاد طبقات كتير جدا من الهدوم. فعلا طيب هل ده صحي وهل ده لا فعلا طبعا بيقي من البرد؟ لا، هو الطبقات مش صحيه خالص، بالعكس انا ساعات بلاقي الام مكلفه الطفل بطبقات الطفل
يعني منعاله ان الرئه بتاعته بيبقى تتفرج. متكتف مش عارف يتحرك. هو مش قادر، هي ما هي الرئه دي بتتفتح وبتتقفل كده، هي عباره عن بالونه بتتملى هواء بتفضى وتقفل، فهي بتبقى مكلفتها الطفل مش قادر ياخد نفسه من كتر اللي هي ملبسه له. فهي احنا عشان نحافظ على الطفل من انه يجيله نزلات البرد، واحد اتنين تلاته حاجات معينه. اول حاجه الامتناع عن المناطق المزدحمه، يعني التجمعات، الحضانه، يعني لما الطفل يبقى عيان لازم اقعده في البيت واريحه، مفيش حاجه اسمها تبقى الام مصممه تودي ابنها الحضانه ويبقى مثلا عنده تاريخ مرضي بان العيله دي فيها حساسيه صدر او حاجه، فتلاقي الطفل الاربع او خمس شهور الشتاء صدره ما بيرتاحش. فلا، اول ما الطفل بيعيا لازم يرتاح في البيت، نبدا ندي الفيتامينات، نبدا ناكل. التغذيه السليمه مهمه جدا، الاطفال اللي بتاكل الحاجات اللي فيها المواد الحافظه، الشيبسي والبس، مش عايزه اقول اسماء حاجات يعني، بس دي بالنسبه لحضرتك احنا لسه بنتكلم على الطفل اللي هو لحد سنتين، فاكيد ما بياكلش لا يعني انا بتكلم على الطفل عموما في التغذيه. طبعا الفتره الاولانيه الرضاعه الطبيعيه، وقت العيا دايما اقول للام رضعي كتير، يعني الطفل لازم يرضع كتير، لان لبن الام ده الحقيقه هو المضاد الحيوي اللي الطفل بياخده. يعني دايما بقول لها لبنك ده المضاد الحيوي، ودايما بحس الامهات اللي بتعايزه تزود صناعي، اصل انا خارجه، اصل انا بروح الشغل، اقول لها عصري صدرك وحطيه في التلاجة. طب بس يعني في مهم ستات جدا، بيبقى بيقولوا ان هم ما عندهمش او اصلا. لبني قليل، يعني هي دي مقوله. لا، هو طول ما هو بيرضع منك لبنك هيزيد وربنا هيبعت له رزقه. يعني انا نفسي بس اوصل للام اللي هي بتقول لبن، مفيش حاجه اسمها لبني قليل، الا لو الام مريضه وبتاخد مثلا لا قدر الله ادويه بتنشف اللبن او حاجه، في الحاله دي بنمنع الرضاعه اصلا، لانها لو اي ادويه بتنزل في اللبن بتوصل للطفل. بنقول لها لا ما تاخديش، زي ادويه الاعصاب، الكانسر لا قدر الله او الحاجات دي. انما لبن الام هو فعلا المضاد الحيوي، وخصوصا لو الطفل عنده برد زودي الرضاعه شويه. انا لو بداتي تاكلي او دخلتي في مرحله الفطام ما تاكليش قوي، رضعي اكتر. تمام. ولما بتسمع كلامي فعلا بيجي للطفل في الجلسه اللي بعدها زي الفل. ده بالنسبه للاطفال الصغيرين. بالنسبه للاطفال الكبار، الفواكه والخضروات الطازجه دي مهمه جدا وقت البرد، السوائل الدافيه ما بيردوش. فعلا يعني ما بقولك ما بيردوش. بيردوش. ما هو علشان كده احنا بنقول ان التربيه صعبه جدا، وان الام فعلا هي العمود بتاع البيت، اللي هي بتاسس الطفل، بتبني، بتاكله، بتشربه، بتنظفه، فهي يعني ربنا يديها الصحه ويدي الامهات الصحه، هي عمود البيت ولازم تتكافح مع الطفل. بس فعلا الولاد الصغيرين ولا بيحبوا ياكلوا فاكهه ولا خضار، نقدمها وصعب بشكل جدا ان احنا يعني نديهم بشكل عصير، هم بيحبوا العصير، فبدل ما اشتري من بره الام تعمل، يعني تحط عسل ابيض على العصير يزود الجوده بتاعته، تحط ليمون، يعني لو عامله عصير جوافه تحط عليه ليمون، فيتامين سي برضك من الحاجات اللي بتزود المناعه عند الطفل. يعني حضرتك بتنصحي دايما بالحاجات الطبيعيه، المواد طبعا الطبيعيه طبعا. ونبعد بقى يعني وقت العيا دايما نبعد عن الاكل من بره خالص، بالذات الاطفال اللي هم التين ايجرز اللي في سن البلوغ دولت بيبقوا متعبين جدا، عايزين ياكلوا سبايسي فود وناكل من بره وبتبقى الفسحه بالنسبه لهم. بس وقت العيا لا، لازم الام تحط قوانين صارمه عشان نقدر نجتاز الفتره دي بامان ان شاء الله باطفالنا يا رب. طب ازاي افرق ما بين نزله البرد العاديه وبين التهاب اللوزتين؟ نزلات البرد العادية اللي هي النزلات الفيروسية دي لها أعراض، والأعراض دي ما بتستمرش أكتر من 5 أيام، اللي هو سعال، سيلان، سائل أبيض بسيط كده، ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، ومجرد فيتامين سي وأكل بسيط وراحة الطفل بيخف على طول. ومش لازم أوديه ساعتها للدكتور، إنما لو أنا قدرت أتغلب ساعتها على التهاب دور اللوزتين بقى أو التهاب شعبي أو كده، لا، الدنيا بتطول، الحرارة بتبقى أكتر من 39، لا قدر الله ممكن الطفل يخش في تشنجات حرارية لو فضلت الحرارة مستمرة، بيبقى فيها مدان في الجسم والطفل مش قادر يتحرك، فاقد للشهية، ممكن يبقى فيه قيء، ممكن يبقى فيه إسهال، كل الحاجات دي واردة قوي، بيبقى عموما كل جسم الطفل مضطرب. الالتهاب اللوزتين البكتيري، وهو فيه فيروسي وفيه بكتيري. ايه الفرق بقى ما بين الفيروسي والبكتيري؟ لازم المضادات الحيوية. الفيروسي والبكتيري بيبقى الفرق في همدان الطفل، يعني الطفل لما يبقاش قادر يتحرك ومش قادر ياكل، كل حاجة مش قادر يعملها، والأم بتبقى شايفاه اللي هو يعني هو حتى مش قادر يلعب ولا قادر يتكلم، لا ده غالبا ده بكتيري، وبتبقى درجة الحرارة عالية جدا، ولازم بنخش بمضادات حيوية قوية عشان نحمي الطفل ونحمي قلب الطفل.
قلب الطفل. طب ايه علاقة طبعا. القلب باللوز؟ الحقيقة اللي هي الميكروب السبحي اللي بيصيب اللوز ده اكتر ما بيروح للقلب، ولانه هو انسجة القلب بتبقى شبه انسجة المضادات اللي بتطلع ضده، فبيروح ويهاجم عضلات القلب. فعشان كده انا بقول للام التهاب لوز اتكرر اكتر من 3 أو 4 مرات على طفلك في السنة، لازم تستشيري دكتور الانف واذن لو هنشيل اللوز دي ونخلص منها عشان ما يعني تاذيش انا القلب. بكون مقيده بعدد يعني عدد عدد مرات مرات معين؟ التهاب اللوز، يعني اقصى حاجه ممكن اوصل لها في السنه قد يعني ايه؟ من 3 لـ4 مرات. والدور بيجي ازاي للطفل؟ هل بيجي شديد وبيقفل فعلا الحلقه عند الطفل وممكن يزرق او حاجه، ولا بدور وبيعدي وبناخد مضاد وبيعدي؟ دي مهمه قوي. بعض التحاليل بنعملها برضك، بنقيس نسب معينه عند الطفل، ودي كل الاطباء عارفينها، بتبقى عاليه شويه، وفي الحاله دي بنحوله لدكتور الانف واذن وبنستأصل اللوزتين دول. طيب هل في نوع معين من الفيتامين؟ طبعا احنا مش هنقول اسماء، بس هل الفيتامين بيقوي مناعة الطفل بحيث ان هو يكون الإصابة اقل شوية، او هو بيكون اقل عرضة من الناس بصي، التانية؟ هو الفيتامينز موجود في الأغذية، يعني أنا طول ما أنا بغذي سليم الطفل مش محتاجة أديله أي فيتامينز. ودايما بقول للأم كده، بالعكس أنت لما بتاكلي برتقانة أحسن بكتير قوي لما تاخدي فيتامين سي علاج، لما بتاكلي موزة أحسن ما بتاخدي بوتاسيوم وفيتامين إيه والحاجات اللي موجودة في الموزة. فهو الأم هي وشطارتها إنها تقدم الفيتامين للطفل في شكل أكل، هتبقى حاجة ممتازة جدا. وهي بتزود المناعة، طبعا بتزود المناعة. يعني الفيتامينز طبعا سلاح قوي جدا وبيهاجم الميكروبات وبيزود المناعة طبعا. يعني انا لو استخدمت لاولادي بدون سبب كالسيوم او حديد؟ لا بصي بقى، انت الأدوية دي بتخرج عن طريق الكلى والكبد، فأنا لما يكون الأرقام عندي مظبوطة عند الطفل، عملت له تحاليل ومظبوطة، يبقى أنا بزود الكالسيوم في جسم الطفل. هيروح فين؟ هيخرج عن طريق الكلى. يعمل ايه في الكلى؟ هيتكلس في الكلى ويعمل حصوات ويبدأ يأذي. يبقى اي حاجة استخدمها فوق الحد المطلوب خطر. يعني انا لازم اعمل تحاليل اقيس. الاول قبل ما استخدم للولاد يعني الفيتامين او سواء الكالسيوم؟ مثلا بلاقي ام تدي حديد، لا قيسي، قيسي الهيموجلوبين، شوفيه قد ايه، وشوفي الحديد تركيزه قد ايه في جسم طفلك، وابداي ادي حديد على اساسه. الكالسيوم برضك، كالسيوم في امهات كتير قوي بتدي كالسيوم كده من نفسها. في ناس يقول لك اصله جاي من بره وجايب كالسيوم حلو، لا هو مش بونبوني، هو دواء، والدواء له مخاطره. طيب بس بس بيبقى في اولاد باين عليهم ان هم عندهم نقص في الكالسيوم، مثلا ممكن تكون سنانهم صفراء او معوجه، نقيس برضو نقيس؟ نقيس يعني حكايه العين دي، لان الاسباب بتختلط. يعني انا ممكن برضك التسوس، في بعض العائلات عندها قابليه للتسوس اكتر، او الهيجين، الطفل مش بيغسل سنانه بعد كل اكل، او طبيعه الاكل نفسه كله اكله مسكر. فلا نقيس الكالسيوم ونقيس الفيتامين دي ونقيس التحاليل، مش غاليه قوي يا جماعه قد ما انت هتشتري دواء، والدواء هيأثر على جسم طفلك، يعني هتفرق يبقى ليه كتير. تأثير سلبي اكتر من تأثيراته طبعا الايجابيه؟ طبعا اكيد اكيد. طيب احنا معانا اتصال تليفوني. الو اتفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه معالي، اتفضلي. لو سمحتي انا معايا، ازيك يا دكتور؟ ازيك يا ازيك يا حبيبتي، دكتور؟ اهلا يا ام علي. سلام. او معالي استاذنك، بس هتسمعينا من التليفون بعد اذنك، ووطي التلفزيون. ماشي. معايا ابني لو سمحتي، الفيتامين انا عملت تحليل فديك يعني من ركبته على طول، فمعايا راح عملت تحليل قال لي الفيتامين ده اللي قليل جسمه. فيتامين دال ايه؟ قليل. فيتامين دال. بدل ما يبقى 175 فيتامين دال عنده 20. تمام. طب في سؤال تاني عايزه اساليه؟ لا يا شكرا يا دكتوره، بس انا عايزه افهم ان يعني اديله ايه، علاج ولا حاجة طبيعية؟ طيب يا يعني. معالي احنا بنشكرك على اتصالك، دكتور هترد عليك دلوقتي حالا. فيتامين د قليل بدل هو اقل من 20 طبعا، ده قليل، وهي اكيد بدل قاسد فيتامين دي او الدكتور طلبه، يبقى في اعراض ظهرت على الطفل ده، همدان، مش مركز، يعني اكيد في ما بيمشيش، او انا مش عارفه هي ما قالتش سنه قد ايه. انما فيتامين دي احنا بنديه من الزيرو داي للطفل اللي هو اول ما يتولد، يعني انا الطفل عندي في الحضانه بديله فيتامين د، حتى بدون قياس اول ما يتولد لازم ياخد فيتامين د. فيتامين د بقى مش بس بيخلي العظم يقوى والطفل يمشي والعضلات والكلام ده، لا، فيتامين د له فوائد كتير قوي.
بيزود المناعه عند الطفل. دلوقتي يقول لك فيتامين د بيعالج الكانسر، يعني بيمنع حدوث الكانسر عند بعض السيدات، والدكاتره بتكتبه للسيدات بالذات سرطان الثدي والحاجات دي. فالفيتامين د مهم جدا ان الطفل ياخده، بس طبعا بنقيس، وهي برافو عليها طبعا انها قاست ولقت ان طفلها ناقص فيتامين د فلازم تديله. طيب وفيتامين د بيزود المناعه زي ما احنا قلنا، وبيحسن امتصاص الكالسيوم في الجسم، فبالتالي الطفل لو مش بيمشي او لسه ما قعدش او كده بيساعده. طيب هنكمل الكلام عن فيتامين د بس بعد ما ناخد اتصال. استاذ ابراهيم الو مساء الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت عايز اسال حضرتك على علاج للنحافه. علاج للنحافه ده بالنسبه لطفل عمره قد ايه؟ طفلة عندها سنة ونص. سنة ونص، وزنها قد ايه؟ هي وزنها 9 كيلو. 9 كيلو سنة ونص. طيب تمام، في أي أعراض حضرتك حاسس إن هي تعبانة أو حاجة عايز تسأل الدكتور عنها؟ هي طبعا بتسخن على طول، وبيبقى طبعا يعني في أكلات ما بتاكلهاش تمام، وهي بتاكل كتير فعلا، يعني بتاكل أكل حلو مش وحش بس ما بتزيدش يعني. طيب الدكتوره هتجاوب حضرتك. بس طب عملنا تحليل بول او براز قبل كده؟ عملنا تحليل براز للطفله دي للأسف. طيب يعني هو طبعا الوزن 9 كيلو وسنه ونص، لا هي المفروض تبقى من 12 ل 13 كيلو عند سنه ونص، فانا بنصحه ان هو يعمل تحليل بول وبراز. ممكن الطفله دي يكون عندها شويه ديدان او عندها شويه املاح في البول او التهابات او اي حاجه، فايه تتعالج لان هي بيقول لك ان هي بتاكل كويس. لان هو قال انها بتاكل، فلو في ديدان او حاجه وهي بتاكل لا يبقى في مشكله تانية. حكايه انها بتعيا كتير، انا بس يعني العيا ده بتعالج بسرعه وبتخف منه، ولا لما بتعيا بتطول وتخش المستشفى الدنيا يعني بتتطور قوي في العيا؟ ده مهم قوي. انما هو يقول بتسخن كتير، لا ما يعني كلمه عايمه شويه. السخونيه كانت كام درجه يعني الحراره؟ يعني لو هي بتسخن في العادي يعني لو هي بتعيا، لو هي بتعيا كتير دي لها نقص المناعه، لهم مواصفات معينه، وفي اقسام دلوقتي في ابو الريش وفي الدمرداش وكده للاطفال ناقص المناعه. طيب بنتعامل معاهم بطريقه معينه ده بس بعد ما يعمل تحليل البراز. تحليل طبعا هيعمل تحليل البراز الاول، وبعد كده لو هي فعلا طفله بتعيا كتير وكده لا يبقى لازم هيتوجه للمراكز المتخصصه في ناقص المناعه، ونبدا نشوف هي اي نوع في ناقص المناعه. طيب عشان نعالج. ناخد اتصال مروه معانا. الو الو. ايوه مساء الخير يا مروه اتفضلي. الو. ايوه يا فندم معاكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن عايز اسال الدكتور، انا عندي طفل بقاله 3 شهور ومعاه انيميا، مش عارفه اعمل له ايه يعني. قستي الهيموجلوبين بتاعه لقيتيه ناقص؟ ايوه، وهو معاه ثقبين في القلب. كام يعني؟ عنده ثقبين في القلب؟ ايوه. وعنده 3 شهور؟ ايوه. طب حضرتك عايزه تساليه على حاجه؟ يعني انت لما قستي الهيموجلوبين طلع كام؟ طلع من 7 ل 8 كده. وبدأتي الحديد؟ الحديد بتاعه ما قستش، هم ما قاسوليش، قاسولي انا بتاعته بس. ايوه يعني انت بدأتي تديله حديد؟ بدأتي تعالجي فعلا؟ بتديله حديد؟ اداله، ايوه اديت له حديد واديت له فيتامين. واديتي فيتامين. طيب وانت لسه النتيجه لسه ما ظهرتش، يعني احنا بقى لنا 3 شهور بندي؟ لا هو الطفل عنده 3 شهور. بس. انت بقالك شهر بس. طيب. ايوه. خلاص يعني. بيسخن على طول دايما، بيسخن كده بيسخن يعني بيسخن، دي بتبقى ادوار برد وبتعدي ولا بتخشي مستشفى وبتاخدي مضادات حيويه وكده؟ لا ادوار برد كده يعني، وبيتعب على طول يعني. يعني بتخشي المستشفى بيه يا امي؟ ايوه انا خشيت المستشفى بيه، قعدت بيه اسبوع وطلعت. طب يعني هو مريض قلب مش كده؟ يعني طب انت بتقولي عنده ثقبين في القلب، انا سمعت يعني. طيب عملتي شكرا ليكي. الاتصال قطع. بتقول لحضرتك الطفل عنده 3 شهور وعنده الهيموجلوبين 7 وعنده 8. مشكله في القلب وعنده ثقبين في القلب، وواضح انها دخلت بيه المستشفى. أيوة. هو الحقيقه يعني هو مريض القلب، انا مش عارفه ايه الثقب وايه التشخيص بالظبط، انما بعض الامراض او العيوب الخلقيه في القلب بتاثر على الرئه، فهو يعني غالبا هيبقى هو ده السبب. وطبعا الطفل اللي هو مريض القلب ده بيبقى له معاملة خاصة،
لان القلب هو اللي بيضخ الدم للرئه وبيحسن الحيويه بتاعتها، فلو القلب فيه مشكله اكيد الرئه هتتاثر، سواء ضخ بالكتير او ضخ بالقليل، يعني واتفر المشكله اللي في القلب لان انا مش عارفاها. طيب فهو لازم الطفل بنتعامل معاه بحرص، اول ما بيجي له اي دور برد بتتوجه لطبيب. من 7 ل 8 دي نسبه كويسه ولا محتاجه؟ لا هي نسبه قليله وهي بدات، بس هي لازم تستنى، يعني هو انا الانيميا مش بتتصلح في شهر. يعني على الاقل 3 شهور عبال ما المصانع بتاعه الجسم تتملى، احنا بنقول المصانع بتتملى بعد 3 شهور. تمام. اللي هو ايه اللي بيصنع الكبد بيبدا يملى عند بعد 3 شهور. طيب. غير كده ان هو مريض قلب واضح انه بيخش في ادوار برد وكده، فكل ده بيعمل انيميا تاني. تمام. ناخد اتصال سمر معانا. الو، مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بيكي، اتفضلي. حضرتك انا ابني عنده سنه و4 اشهر، وزنه 11 كيلو، بس دخل المستشفى من 20 يوم، يعني قعد 20 يوم في المستشفى. دور البرد عنده ما بقاش طبيعي، بيعيا بسرعه، يعني بيطول معاه. بتابع هنا مع دكاتره هنا في البلد، بس الصراحه الدكاتره يعني ما بقوش عارفين يعملوا له، مع ان الدور طبيعي، بس الولد بيتعب كتير. انت قلتي لي وزنه قد ايه؟ وزنه 20 كيلو؟ 11 كيلو. 11 كيلو دخل يعني دور البرد اخر مره، يعني لسه دلوقتي في مستمره معايا في دور البرد اللي هو عنده دلوقتي. قعد معايا دلوقتي 20 يوم. دخلت مستشفى جاله جفاف يوم واحد، خدنا محاليل، بعدها على طول نزله شعبيه، بعدها على طول دور جفاف، بعدها على طول نزله شعبيه تاني. طيب الطفل ده عندكم تاريخ مرضي في العيله بحساسيه في الصدر او حاجه؟ خالص. ما عندكمش حد عنده حساسيه؟ لا. تمام. بس هو الدكاتره اللي انا قعدت في مستشفى بنها التخصصي قالوا لي هو الولد طبيعي، بس الميكروب هاجم الجسم فاثر عنده على المناعه. تمام. تمام. انا هرد عليك يا ام محمد. شكرا ليكي وشكرا لاتصالك. بصي، يعني انا حكايه ان الطفل يخش مستشفى، هو اكيد الدور لما بدا الام ما جريتش على الطبيب، وهي قعدت تدي شويه حاجات من نفسها او راحت لطبيب ما قدرش الموقف. تمام. تمام. خلاص. وخصوصا ان هو 11 كيلو يعني صغير، يعني دايما الطفل الاقل من سنتين ده نبقى حاطين ايدنا على قلبنا واحنا بنعالجه. ليه؟ لان يعني ده وزنه مش مناسب لسنه. هو سنه سنتين؟ لا، سنه واربع شهور ووزنه 11 كيلو. لا يعني الوزن مش قليل قوي على سنه واربع شهور، انما هو صغير، هو اقل من سنتين، ده طفل صغير، فالرئه بتاعته بتبقى صغيره، ومجرد ما يحصل التهاب هيتملا في الرئه كلها، فانا لازم اخد بالي قوي في الطفل الصغير اللي اقل من سنتين. اول ما يحصل دور برد لازم اتوجه للطبيب، دي رقم واحد. رقم اتنين، هل لما الطبيب ادى العلاج الحراره فضلت مرتفعه وادى مخفضات الحراره، هل الكحه زادت والبلغم زاد، لازم تراجع الطبيب تاني. انما انها تفضل قاعده ماشيه على دواء ومطنشه وطفل الدنيا عماله تبوظ معاه لغايه ما توصل مستشفى، ما هي واضح ان هي دخل كمان في جفاف منها. فواضح ان الام يعني ما ركزتش مع الطفل في الفتره الاولانيه، وهو لو كانت لحق من الاول ما كانش حصل له جفاف وما كانش دخل المستشفى لو العلاج كان صح من اول يوم. طب الحل ايه بقى في الحاله دي؟ الحل ان الام انا بقول لها لو التهاب فيروسي عادي والدكتور قال لك لا ده فيروسي عادي وما ادكيش مضاد حيوي والاعراض استمرت اكتر من 3 4 ايام، حراره عاليه ما بتروحش، لا ده مش التهاب فيروسي، ده غالبا التهاب بكتيري، البلغم بيزيد وبيخضر عند الطفل، لا ده التهاب بكتيري. يعني لازم اعيد الكشف تاني، اعيد الكشف تاني، وابدائي مضادات حيويه، روحي المستشفى. واعتقد ان المستشفيات فيها اخصائيين واستشاريين، يعني هي لو ما لقيتش الاخصائي تسال على الاستشاري كده علشان تطمن على طفلها. تمام. انما ما تسيبش الامور تتطور. ما تسيبش الامور تتطور. ايوه. تمام. ما تسيبيش الامور تتطور، ولازم اي احساس ان الموضوع تطور عن 3 او 4 ايام ولون النعيد تاني، لون الافراز اتغير للاخضر، لازم نجري. والسخونيه ما بتنزلش والبلغم بيزيد ونفس الطفل بيعلى، يعني انا بتجيلي امهات انا بدخل الطفل على عنايه مركزه فورا، اقول لها يعني انت كنت فين الفتره دي؟ تقول اصل الدكتور مديله علاج. لا، هو الام هي دكتور ابنها. ايوه، لان يعني بتتابعه 24 ساعه، لان هو كمان مش بيتكلم، هو انت صحيح. عارفه انت لما بتبقي كبيره انت اللي بتجري على الدكتور وبتروحي وتتصلي وتسالي. صحيح. انما هي الام هي دكتور ابنها. صحيح. دايما احنا نديها الارشادات ديت، وربنا يشفي كل يا الاطفال. يا رب. امين. ما كملناش كلامنا عن فيتامين دي. ايوه. حضرتك كنت بتتكلمي او فيتامين د، صح كده؟ فيتامين د، احنا كنا بنقول الاعراض بتاعته لما بتقل البيبي او الطفل بيكون عنده
يعني ما عندوش قدره ان هو يلعب زي بقيه صحابه. ايوه هو بيبقى في حاله ضعف عام الطفل طبعا لو هو في فتره النمو والمشي كده ما بيقعدش وما بيمشيش ومتاخر عن بقيه طيب اقرانه. معلش عشان سمر اتصلت تاني. ماشي. ايوه يا سمر معاكي اتفضلي. انا اسفه معلش. لا أنا خالص عايزه بقى ولا اوضح يهم. لحضرتك ان انا ما اتاخرتش عن الطفل في حاجه، بالعكس. أيوة انا بريد بي في كل جميع كل اي مكان انا بروحه. ايوه انا على فكره مدرسه رياضه اطفال وبهتم جدا بالطفل. والله احنا مش بنتكلم علشان خاطر بنقلل منك او حاجه. هو مش احنا مش بنتهمك صح يا سمر، بس هي الدكتوره بتخمم. يعني ازاي وصل لمرحله الجفاف ودخلتي المستشفى وقعدتي 20 يوم؟ يعني الدنيا ازاي تطورت معاكي كده؟ لو العلاج ما كانش كان صح من الاول. ايوه الدكتور الاول كان الولد عنده درجه الحراره عاليه، فكل ما اروح لاديه مضاد حيوي. طب يا دكتور انا المفروض اعمل تحاليل. عملت تحاليل طلع نسبة الميكروب عالية، طلعت بسرعة على المستشفى. قعدت 20 يوم خرجت من المستشفى بقى كويس، مجرد ما اتعرض لجو البلد، لان طبعا حضرتك الريف غير المدينة. جات له نزلة شعبية، رحت للدكتور تاني. يعني واضح ان انت سافرتي او حاجة صح؟ انت سافرتي. طب ده معناه كده ان الولد ده عنده نقص مناعة. مش اكيد. انا بقى عايزة من حضرتك اعمل له ايه؟ لا مش اكيد عنده نقص مناعه برضك. يعني هو واضح ان الدكتور هي بتقول ادى مضادات حيويه وادها كذا مضاد حيوي، يعني شكراً ما كانش في تشخيص برضك واضح من الاول. بعدين عمل لها نسبه الميكروب، هي غالبا دي نسبه السي ار بي، ولقاها عاليه، فاضطر ان هو يدخل المستشفى ويمشي على مضادات حيويه تانية، اكيد مضادات حيويه تانية خالص لغايه ما نسبه الميكروب قلت. وبعدين هي بتقول عيا تاني لما سافرت برضك. ف يعني هو في عوامل كتير، انما ما اقدرش اجزم انه طفل ناقص المناعه. ناقص المناعه دي كلمه كبيره قوي يا جماعه. يعني طيب يعني على العموم هو بيبقى دايما الاطفال عندهم ضعف مناعه اقل مننا كناس بالغين. اقل بس ناقص المناعه، وان احنا ندخله في سكه ناقص المناعه دي لا. لا يعني احنا بنتكلم عن الولاد عموما. هو ما عندوش نقص مناعه، خلينا نقول نفترض ان هو ما عندوش نقص مناعه، ان هو طفل عادي جدا. ازاي انا احافظ على مناعه الطفل؟ ازاي احافظ على مناعه الطفل دي واحميه من نزلات البرد اللي هو موضوعنا الاساسي؟ دي مهمه قوي، وده سؤال ممتاز الحقيقه، عشان ايه الام تاخد هوم مسج بقى كده. اول حاجه، اولا الابتعاد عن المناطق المزدحمه. تمام. ابنك عيان ما توديش حضانه، ما نوديش نوادي، ما نكتمش في حتت تكون فيها تجمعات عائليه وتلاقي كل الناس واقفين الشقه علينا، كل الناس داخله تبوس وتحضن، واحنا يعني عاداتنا المصريه شويه فيها الفه ومحبه في البوس والاطفال الصغيرين. وكمان في حاجه خطيره قوي، الطفل اللي هو بيلعب مع الطفل الصغير ده مشكله جامده جدا، لان هو مش بيغسل ايده، مش عامل الاحتياطات، بيمسك الطفل يقعد يبوسه. وبيبقى الطفل الكبير خرج راح مثلا المدرسه حاجه، جاب شويه ميكروبات وجاي يديها للطفل الصغير. هنكمل كلامنا في مشكلة. الموضوع ده عشان مهم، يعني خليكي فاكره معايا البوينت دي يا دكتور عشان هنعيد تاني. بس بعد ما ناخد اتصال مروه كلمتنا تاني. اتفضلي يا مروه. ايوه مروه معاكي اتفضلي. معلش بس على ازعاج، بس ممكن لا اتفضلي الدكتورة. طبعا طبعا ممكن اسال الدكتوره هل ادي ابني فيتامين د؟ لا بتكلم عن فيتامين د يعني. هو عمره قد ايه طفلك يا مروه؟ عمره 3 شهور. 3 شهور. انت المفروض بتدي فيتامين د، يعني احنا اول ما الطفل بيتولد بنديله نقط فيتامين د على طول، بفضل ماشي عليها. لا هم ادوه حديد، والبرد لما بيجيله البرد ما بيروحش خالص. لا احنا فيتامين د ده مش هنوقفه لغايه ما الطفل يبقى عنده 2 سنين، وحتى لو هو عيان فيتامين د ماشي معانا ما بنوقفوش، يعني بنوقف الحديد والفيتامينات، انما يعني فيتامين د لا. اديله فيتامين د وانت مطمن. خلاص شكرا. لا شكرا لاتصالك يا مروه. يعني هي لازم تديله فيتامين د اصلا كده كده من قبل. أيوة من اول دايما. ما يتولد. انا بقول لك اول ما يتولد في الحضانه لحد بندي للطفل فيتامين د، مش لازم اقيس. يعني انا بقول للام لغايه ما يطلع يجري قدامك كده ادي فيتامين د ومش لازم اقيس. لا مش لازم اقيس. تمام. طيب هناخد اتصال اسراء. الو الو. ايوه اسراء مساء الخير. مساء النور. اتفضلي. حضرتك انا عندي بنتي عندها 9 شهور وما اديتهاش فيتامين د خالص، وكنت عايزة أعرف بس أقيس فيتامين د إزاي وعايزة أديها. يعني 9 شهور ابدأي أدي فيتامين د في شكل نقط يا إسراء، وممكن تزودي حديد كمان، لأن هو بعد 6 شهور أنت كنت بترضعي طبيعي صح؟ برضع طبيعي. بعد 6 شهور بيبقى لبن الأم مش فيه حديد، بيبقى قليل أصلا لبن الأم في الحديد، فابدأي أديها حديد كمان، نقط حديد ونقط فيتامين د. والتغذية بقى أنت بدأتي تأكلي صح؟ المفروض انها بدأت. شكرا لاتصالك. 9 شهور دي بدأت تاكل. تمام هناخد اتصال ام اياد. ايوه ام اياد. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام اتفضلي. لو
لو سمحت يا دكتورة، أنا عندي ابني، عندي سؤالين. أول سؤال، ابني شهرين بس هو مشكلته إنه ما بيعرفش ينام غير هو على بطنه، يعني لما بنيمه على ظهره بالكتير قوي 5 دقايق ويبدأ يقلق فيصحى، فبضطر إن أنا أنيمه على بطنه عشان إن هو ينام نومه على بعضه يعني. بس أنا ببقى واقفة بيني وبين النوم، نفس مش بيبقى مكتوم ولا حاجة، وبيبقى طبيعي جدا. يعني طول الليل بتنيميه على بطنه؟ طول الليل بتنيميه على بطنه يا ام اياد؟ طول الليل هو نايم على بطنه؟ يعني مش طول الليل، يعني ينام ارضعه مثلا وينام على بطنه واقرعه كده وينام، ولما يقلق تاني انا طبعا انيمه تاني على بطنه برضه. ايوه تمام. وايه السؤال التاني بقى؟ السؤال التاني، ابني 3 سنين هو بياكل، بس طبعا لان هو كبر فهو بياكل بمزاجه يعني. ومشكلته هو رفيع شويه، عملت له قبل كده تحليل بولوبراد طلع عنده نسبه املاح وطلع عنده نوعين ديدان، جبت له دواء بتاع الديدان الشرفيه. تمام. استنيت اعطيته الجرعه. وزنه قد ايه يا مؤيد؟ وزنه قد ايه اللي عنده 3 سنين؟ 13 كيلو. 13 كيلو. طيب في اسئله تانية عايز اساليها للدكتور؟ انا اصلا انا قررت له الجرعه تاني، استنيت 10 ايام وقررت له جرعه الديدان تاني، بس هو مشكلته ان هو بياكل شيبسي والحاجات دي، فانا منعاها عنه بقالي بكتير 10 ايام. بس هو مشكلته برضه لسه وزنه ما بيزيدش خالص. طيب في اسئله حضرتك عايزه اساليها لها؟ لا لا انا طيب شكرا يا مؤيد. الحقيقه هي تطرقت لموضوع مهم قوي اللي هو نوم الطفل على البطن. انا عندي بنت اختي ما بتنامش غير على بطنها. هو لا انا بتكلم في الفتره الاولانيه في الطفل اللي هو لسه مولود. يعني ممكن الكبير بتقلب صحيح، انما في الاول 6 شهور او كده والطفل ما بتقلبش دي خطر جدا. يعني لازم اقلب يعني الطفل. ممنوع النوم على البطن. انا النوم على البطن بنيمه بعد ما بيرضع، انيمه شويه ربع ساعه وتبقى عيني عليه. أوكي. خلاص. وفي يعني نسب عالميه طبعا سادن انفنت ديس سندروم دي، ان النوم على البطن سبب من اسباب الوفيات المفاجئه. النوم على البطن سبب من اسباب الوفيات المفاجئه. اي ام تاخد بالها ما فيش حاجه اسمها الطفل ينام على بطنه، يعني حتى لو هو حتى خلاص لو انت عينك عليه ومركزه انت ممكن تنامي وممكن تغفلي، ويعني والام بتبقى مجهده وتعبانه طول اليوم، فممنوع. طيب. النوم على البطن. طب احنا ماشي؟ هناخد اتصال ام عبد الله وبعد كده هنرد على سؤال ام اياد. ايوه ام عبد الله مساء الخير. مساء النور. اتفضلي. لو سمحتي، انا ابني عنده 3 شهور وما بياخدش يعني فيتامين د ولا حاجه. طيب تمام. وايه كمان؟ يعني ممكن اروح الصيدليه يدينا اي فيتامين عادي ولا لازم فيتامين معين ولا ايه؟ طيب ماشي. في حاجه تانية عايز اساليها؟ بس وعندي ابني عنده 2 سنين برضه ما بياخدش فيتامينات ولا حاجه برضه. طيب دكتور هترد عليه. بيمشي كويس اللي عنده 2 سنين ده ولا في مشاكل في المشي؟ 2 سنين ده يعني في الكلام بتاعه ما بيتكلمش على طول، دول كلمه واحده بس. لا ما هو لسه يعني 2 سنين ما اتكلمش. هو عنده 2 سنين دلوقتي و3 شهور برضه. طيب يعني لسه شويه. بس الحركه كويسه والسنان كويسه، انت شايفه ان هو بيتحرك عادي زي الاطفال؟ ايوه بيمشي عادي واسنانه طالع عادي، بس هي مشكلته بس في الكلام، بيتكلم كلمه واحده بس. طيب. كلمتين ورابعة. طيب تمام هنرد عليك يا ام عبد الله، شكرا لاتصالك. معانا اتصال تاني. اسراء. ايوه اسراء اتفضلي. ايوه مساء الخير. انا كان عندي 3 سنين وجاله سخونيه وتشنجات، ومفروض ان انا اعرضه على دكتور مخ واعصاب ولا ايه؟ تشنجات حراريه يعني سخن قوي صح؟ هو طيب. كده عنده نقص فيتامين د؟ لا يعني التشنجات الحراريه وارده قوي في السن ده، وهي لو العائله فيها تاريخ مرضي لتشنجات، يعني في حد عنده صرع او حاجه في العيله، في الحاله دي لازم هتعملي وتطمني شويه تحاليل. لو ما فيش في العيله حد عنده صرع ولا اي حاجه يعني ولا يهمك، طنشي الموضوع ده خالص. خلاص تمام ماشي. شكرا لاتصالك يا اسراء. معانا ام ياسين. لا هنرد على ام ياسين الاول. ماشي. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بيكي اتفضلي. لو سمحتي، انا ابني عنده 1.5 سنة وبيشرب لبن صناعي، فامتى اختمه منه واختمه ازاي؟ يعني امنع اللبن منه ازاي؟ انت ما بترضعيش طبيعي خالص؟ لا خالص. طب وزنه قد ايه الولد؟ هو عنده وزنه 8. 8 كيلو. طب في اسئله حضرتك عايزه تسالها؟ عمره قد ايه؟ 3 سنة ونص. عمره 1.5 سنة. 1.5 سنة. سنه ونص و8 كيلو ده قليل قوي. بترضعيش طبيعي؟ ما بتاكليش معاه؟ طيب؟ لا بياكل. بس هو اكله برضه كرخم، مش بياكل. طب يعني انت عملتي تحاليل؟ عملتي له اي تحاليل؟ كان عنده انيميا واديته علاج الانيميا، وبس الحمد لله الانيميا بقت كويسه ومفيش عنده اي حاجه.
بس هو 8 كيلو على سنة ونص ده قليل، فيعني انا اعتقد ان انتي ما بتاكليش كويس. شكرا ليك يا ام ياسين. طب هل فيتامين ده ليه علاقة بالموضوع؟ لا يعني لا، هو 8 كيلو على سنة ونص ده قليل، وهي لازم تعيد تاني التحاليل، تعيد صورة الدم تاني، وتعيد الكالسيوم، تشوف الكالسيوم قد ايه في جسمه، ونشوف سبب نقص الوزن. هو بياكلش، ممكن يكون عنده ديدان او حاجه. طيب هنرجع تاني لام اياد والنوم على البطن، البيبي اللي بينام على بطنه. احنا قلنا النوم على البطن ممنوع يا ام اياد، وهتنيميه على ظهره على قد ما تقدري، بالذات بالليل الفتره الطويله اللي بينام. بالنهار لو انت صاحيه وعايز ينام على بطنه شويه، ربع او نص ساعه، اوكي، غير كده لا، ينام على ظهره. طيب والولد اللي عمره 3 سنين و13 كيلو ده يعتبر وزنه مناسب؟ لا انا وزنه مناسب. هي كانت بتشتكي ايه؟ بياكل شيبسي ولا كان بياكل شيبسي وعنده املاح، وهي قطعت الشيبسي بقى لها 10 ايام وادت علاج للديدان. طبعا مهم قوي الاكل الصحي، وانا برجع بقول هو ده الدواء. يعني احنا ممكن نمنع الادويه كلها لو التزمنا بالاكل الصحي مع الاطفال، بس للاسف الامهات بتستسهل. يعني هي الام بتبقى مكسله تخش المطبخ تعمل كيكه للطفل، بتبقى مع انها تفرق معاه كتير قوي. لا احنا مش بنكسل، احنا بنبقى الكيكه دي محطوطه، وبرضه بيصمموا يشتروا على فكره الكيكه الثانيه. هم بيصمموا بس يعني اعتقد ان لو الام اقنعت طفلها، هو بيفهم الطفل على فكره وذكي، بيسمع الكلام في الاخر يعني. طيب ماشي، احنا كده جاوبنا على الاسئله الاتصالات اللي فاتت، صح كده؟ معانا هبه. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا بيكي هبه، اتفضلي. لو سمحتي بس هسأل الدكتورة سؤالين. اتفضلي. أنا عندي بنت أختي عندها سنة وشهر، وزنها 6.5 كيلو، وهي ونايمة بتعرق على طول، حتى في الشتاء كده بتعرق، في حين إن هي بترضع رضاعة طبيعية وبتاكل أكل عادي. لا ده دي هتعمل تحليل الغدة يا ماما، ضروري تعمل تحليل الغدة الدرقية. يعني بتعرق ووزنها قليل قوي، ويعني لازم نعمل تحليل الغدة الدرقية. طيب يا فندم، السؤال الثاني حضرتك، ابني عنده 3 سنين واسنانه كلها مسوسه. بياكل حلويات كتير. طيب بتدي فيتامين دال او كالسيوم او حاجه معاه ولا ما بتديش؟ لا. طب نقيس فيتامين دال والكالسيوم والحديد، ونطمن على الطفل، ونعمل له تحليل بول وبراز، لان هو واضح ان هو بيلبخ في الاكل، فممكن تلاقي الدنيا ملخبطه معاكي في كل التحاليل، فهنعمل تحليل شامله ونشوف ايه المشكله ونعالجها. السنان المسوسه طبعا بنروح لدكتور السنان ونحاول ننظف على قد ما نقدر السوس ده، لغايه ما تطلع له سنان تانية. بعض العائلات بيبقى فيها قابليه للتسوس بتبقى عاليه قوي، وطبعا دي لازم تتابع مع دكتور الاسنان يعني اول باول. انما التحاليل مهم قوي، وبلاش الشغل اللي هو ايه. شكرا. انا حاسه ان هو بياكلش، لا نوزن الطفل. انا حاسه ان لونه وحش، لا نقيس الهيموجلوبين. انا حاسه انه ما بيمشيش وما بيتكلمش مثلا زي الام. طب مهم قوي موضوع اللي ما بيتكلمش ده، انها تعمل مقياس السمع. بس هي بتقول لك عنده سنتين بيقول كلمه واحده بس. يعني مهم قوي نعمل مقياس السمع. يعني ام عبد الله اعملي قياس سمع لابنك اللي عنده سنتين واللي مش بيتكلم، لانه المفروض يكون بدا يعني كذا كلمه. ماما بابا وقطه، يعني يقول كذا كلمه مش كلمه ما بيتكلمش غير كلمه واحده بس. ام عبد الله تعمل قياس سمع، بيبقى في التهاب في الاذن او حاجه فتره للطفل، فالسمع بتاعه بيتاثر. طيب تمام. احنا طيب نرجع تاني للوقايه من النزلات البرد اللي هو الموضوع الاساسي بتاعنا. الابتعاد عن المناطق المزدحمه، ونريح الطفل. المخالطه بين الاطفال او بين الكبير، حتى هو كبير لما يخش يبوس طفل وعنده شويه برد او كده هيعديه، فلازم الام تبقى حريصه قوي على طفلها. دايما النظافه الشخصيه للطفل. ساعات بلاقي الام تقول لك انا ما بحميش الطفل عشان الدنيا برد، لا، نختار يوم مشمس كده وتحمي الطفل مره في الاسبوع وتبقي مدفيه وتنشف شعره وتنشفه بعد. كويس قوي، وممكن في الحمام تلبسه وكل حاجه تعملها في الحمام والدنيا دافيه، ولو الشمس طالعه طلعيه يقعد في الشمس شويه يدفى. تمام. دي حاجه مهمه جدا. التغذيه السليمه زي ما قلنا مهمه جدا. الابتعاد عن التغيرات من منطقه لمنطقه، يعني مثلا بكون قاعده في دفايه او في تكييف سخن واقوم طالعه فجاه على البرد، يعني الاختلاف المفاجئ في درجات الحراره ده بيصيب بنزلات البرد الاطفال جدا. المناطق المزدحمه بتبقى بردك الحراره فيها، والام تقوم مطلعاه فجاه على البرد، فبيجي له دور برد. فيعني هي التربيه صعبه، والام لازم تبقى حريصه على طفلها في فصل الشتاء. طيب بالنسبه لام ياسين اللي كان بتقول ابنها سنه ونص وبياخد لبن صناعي بس، وهو حجمه يعني وزنه 8 كيلو ده صغير قوي بردك، وهي واضح انها ما دخلتش اكل، يعني سنه ونص ده ياكل كل حاجه، ياكل خضار وياكل لحمه وياكل يعني مش لبن بس. وهو انت مش هتفطمي من اللبن، انت مجرد ما هتدخلي اكل تاني مع اللبن الدنيا هتتوازن معاكي، بس واضح انها مش عامله اكل متزن. تمام، هناخد اتصال معانا مدام عزه. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا بيكي عزه، اتفضلي.
الله يخليك، ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا معز، اهلا بيك. بعد اذن حضرتك، انا ابني عنده 6 شهور ونص وما بقعدش لحد دلوقتي. ما بيقعدش؟ لا ما بيقعدش لسه لحد دلوقتي، وما برجعش طبيعي. طيب يعني ما بيقعدش لوحده، ولا بيقعد لما تسنديه على مخدات كده بيقعد؟ في حاجه حواليه او عنده كده بيقعد، لكن ما بيقعدش لوحده. طيب بتدي فيتامين د؟ اه يا فندم. بتدي فيتامين د؟ طب الحديد؟ 6 شهور نبدا حق. الحديد لحد 6 شهور عشان برجع لبن صناعي. يعني لبن صناعي، تمام. طب انت قستي وزنه وعرفتي وزنه قد ايه؟ 7.5 يا فندم. 7.5 ست شهور وسبعة. لا هو وزنه كويس قوي بالنسبه وهو يعني 6 شهور ولسه، بس لما بتسنده بيقعد مش مشكله يعني. ممكن نستنى شهر كمان وان شاء الله الدنيا هتظبط معايا، طالما انها بادئه فيتامين د وبادئه حديد ومفيش اي عيوب خلقيه في العمود الفقري بالنسبه للطفل او حاجه، خلاص اطمني ان شاء الله هيقعد والدنيا هتظبط. بعض العائلات الدنيا بتتاخر فيهم شويه، يعني بتلاقي هي وحتى تلاقي الام اصلا انا مشيت على سنتين، او انا فعلا قعدت امي تحكي لي، ففي بعض الحاجات بتبقى عائليه شويه. طب انا ابتدي الاقلق من امتى؟ بالنسبه للام اللي هي 6 شهور، لا يعني عن 9 شهور نبدا نقلق. بالنسبة للتسنين مثلا بعد السنة، يعني عند السنة لازم الطفل يكون طلع سنة او سنتين. لو ما طلعش بقى ابتدي لازم الام تيجي من 6 شهور لسه ما سننش، لا ما هو بعد السنة نقلق. طيب تمام. معانا ام فاطمة. الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتورة؟ طبعا معاكي، اتفضلي يا ام فاطمة. اتفضلي. الو. اتفضلي. معاكي يا ام فاطمة، بس من فضلك اسمعينا من التليفون مش من التلفزيون. حضرتك انا جوه، ده انا جوه خالص. ماشي. بص حضرتك، انا عندي 3 أسئلة بعد اذنك. عندي 3 أطفال. الطفل الاول محمد، يعني انا بخرج الصبح بدري، فطبعا الولد بيتعب مني بسرعه. ثاني سؤال عايزه احميه. محمد عنده قد ايه؟ محمد عنده 1.5 سنة. ايوه. بس محمد بيعيا كتير، يعني دور البرد بيطول معاه، فهل فيتامين د هو اللي بيضرب؟ ايوه هو الفيدروم، بس ما تقوليش اسماء بقى عشان الدعايه بس. قالت خلاص. هو نفسه فيتامين د. عندي بنتي الكبيره عندها 8 سنين بس ولا ضوافر ولا شعر بيطولوا. يعني ومع انها مش يعني ما شاء الله بتاكل كويس وبتشرب كويس. طب عملتي تحاليل يا مدام فاطمه؟ عملت تحاليل كتير، عملت الهيموجلوبين، وفي دكتور كتب لي على نقط تقويه للشعر ونقط علشان الفيتامينات. والتغذية هي بتاكل كويس؟ طب ده ليه علاقة بالتاريخ العيلة، أو ليه علاقة بالوراثة؟ ممكن يكون ليه علاقة بالوراثة؟ لا 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 لا. طب هي بتاكل كويس؟ بتاكل كويس، بس هي عندها التبول اللا إرادي ده بيحصل معاها بس بالليل. كان عندها نسبة تأتأة في الكلام وعالجتها علاج نفسي. كان عندها نسبة خوف شديدة، يعني عندها إيه؟ نسبة إيه؟ خوف. كانت بتخاف، كان عندها ولاد عمها في البيت يعني بيخوفوها، فكانت عندها نسبة تأتأة يعني. طيب طلعتهم في الكلام. السؤال الثالث، بنتي الوسطانية عندها 4 سنين، سنانها على طول تعباها، وكل ودايما وشها بيورم من سنانها، وبتصحى من النوم ايديها ووشها مورمين. هو الواضح ان ال3 أولاد عندهم مشاكل. شكرا شكرا يا يعني فاطمة. واضح ان التغذية مرتبطة في حاجة في التغذية. طب احنا يعني هنحافظ بس على يعني هنحفظ الأسئلة وهنرد عليها بس بعد ما ناخد الاتصال الثاني. ألو استاذ علاء، مساء الخير. الو، عليكم السلام. ممكن اكلم دكتوره لو سمحتي؟ طبعا اتفضل. سمحت معايا ايمان، ما بتاكلش، مش بتقدر تاكل، تفضل السمك واللحمه ما بتقدرش تاكلها. ما بترضاش تاكل سمك ولحمه وبيض؟ هي تحط النقطه، تحط النقطه تفضل تدوخ، بعد كده تكتف. عندها 3 سنين ونص. هي عندها 3 سنين ووزنها قد ايه؟ وزن. بقول لحضرتك يا استاذ علاء لو سمحت، ممكن تسمعنا من التليفون وتوطي التلفزيون؟ ماشي يا فندم. ماشي. هي حضرتك بتقول ان هي عندها 3 سنين؟ هي عندها 3 سنين ونص. ايوه. بتحط اللحمه في بقها، تفضل تنضغ فيها تنضغ فيها، بعد كده ما تقدرش تاكل الرز بتاعها. وزنها قد ايه بقى؟ وزنها بتاع 14 كيلو. 14 كيلو و3 سنين، كويس. 14 كيلو وعندها كده بتمشي بسرعه كده، تجري بسرعه، وبعد كده ممكن تلبس في اي حاجه وهي ماشيه. ما بتركزش يعني. لا هو في تركيز بس مش بالدرجه اللي هي يعني. تمام. ماشي. شكرا لاتصالك استاذ علاء، شكرا جزيلا.
طيب نكمل كلامنا الأول. محمد عنده سنة ونص وبيعيا كتير. هي الام دي واضح ان عندها مشاكل في التغذيه، لان انا شايفه ان في واحده عندها مشكله في شعرها وضوافرها، والتانيه سنانها ومش عارفه ايه، والاولاني عيان على طول. فمعلش راجع تاني تغذيه ولادك. انت بتقولي عملتي تحاليل، هنعيد تاني التحاليل معلش، لان الاطفال بتتطور. يعني انا ممكن ابقى عامله التحليل بعد شهر ابص الاقيه دخل في انيميا، لانه قعد مثلا بقاله شهر عيان وما بياكلش فدخل في انيميا. تمام. فهتعمل لي تحاليل صوره دم كامله وتقيس الكالسيوم للطفل ده عند محمد. عند محمد. الطفله اللي شعرها وده الزنك بيبقى سبب اساسي في يعني الجلد والشعر، ممكن تدي كريمات يكون فيها زنك او شامبوهات فيها زنك، مهم قوي. تمام. عشان الشعر والجلد. يعني تاخدي حاجات فيها زنك للبنت اللي شعرها. طيب وبالنسبه للبنت اللي بتورم بسبب وشها بيورم بسبب اسنانها دي، طبعا هتراجع دكتور الاسنان، واضح ان في تغذيه غلط، سكريات حلويات مش عارفه ايه، فدكتور الاسنان لازم يتابع كويس الموضوع. طب والبنت اللي هي وزنها 3 سنين ووزن سنها 3 سنين ووزنها 14 كيلو دي وزنها كويس، هي واضح عندها ان هي بيقول بتاكل بسرعه، بتحط اللحمه وتقوم تفاها وبتطلع يمكن تجري تكون مثلا عندها فرط حركه او حاجه. يعني انا ممكن، ما انا سالته قال لي لا هي بتركز بس مش قوي. فمعلش يعني اللي عنده فرط حركه ده لازم دكتور يشوفه. يعني انت لو حاسس ان هي غير اقرانها وبتتحرك كتير فعلا في الاوضه وبتتخبط كتير وبتتعرض لحوادث كتير، لا لازم دكتور يقول الموضوع ده. طيب وربنا يدي الصحه لكل اولادنا. يا رب، اللهم امين يا دكتور. اتمنى ان احنا نكون ردينا عن كل استفساراتكم وكل اتصالاتكم. طبعا انا بشكر الدكتور جدا جدا على الحلقه دي، يا رب تكونوا استفدتوا. انا عن نفسي استفدت جدا. ان شاء الله ربنا يحفظ كل اولادنا. خدوا بالكم من التعليمات وخدوا بالكم من الزحمه وخدوا بالكم من كل الحاجات، الا ان دايما بنقول ان الوقايه اهم من العلاج. التغذيه طبعا، التغذيه الوقايه والتغذيه اهم من العلاج. شكرا جدا ليكم، واستنونا في حلقه جديده من برنامج استاذ في الطب. باي باي.